فبماذا ستلقى الله سبحانه وتعالى؟ قال تعالى: وضرب الله مثلا رجلين، انت اني واحد فيهم، احدهما ابكم. الابكم ده اللي عمره ما نطق، غير الاخرس. الاخرس اللي ممكن جاله مرض عارض، الابكم اللي عمره ما نطق، ابكم عمره ما نطق بكلمة حق، عمره ما هدر بكلمة حق. احدهما ابكم لا يقدر على شيء، لا بيغير ولا بيعمل اي حاجة لنصر دينه. هل يستوي في اخر الآية؟ هل يستوي هو من يأمر بالعدل؟ راجل بينطق بكلمة الحق، راجل بيجهر بكلمة الحق وهو على صراط المستقيم. سيدنا موسى لما وقف واجه فرعون وجهر بكلمة الحق، لما القى عصاه وقعدت تلقف تعابين الصحراء، فبيقول لك في اثر من الاثار: وفرعون يضحك تجلدا. قاعد يقول يعني قاعد عايز يبان ان مش همه يعني. حتى اذا التقمت عصا موسى كل الحيات استدارت الى فرعون، فلما فرعون لقاها جاية هجم عليه صرخ: يا موسى يا موسى. فامسكها موسى فعادت عصا. ابن عباس بيقول: في ذلك اليوم اسلم من بني اسرائيل 600,000 نفس وراء موسى. كان فتح من الله، كلمة الحق بتجيب فتوحات. ربنا قال لموسى: لنريك من اياتنا الكبرى. عايز تشوف؟ اذهب الى فرعون، اذهب وانت هتشوف. من اعجب التفسيرات ومن اجمل الاقوال اختيار الامام الطبري في قول الله سبحانه وتعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. الطبري قال نفر ده يعني خرجوا يجاهدوا. قال لا طبعا يعني ايه يتفقهوا في الدين؟ المفروض خارج يجاهد عشان ينصر الاسلام. ربنا قال لولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا، يعني عشان يطلبوا علم، عشان يفهموا الدين. هو انا خارج اقاتل اليهود عشان افهم الدين؟ الطبري قال قال لن تفقه دين الله الا ان جاهدت في سبيل الله. لما تشتغل للدين هتفهم، ربنا يفهمك. اللي ما بيشتغلش الدين ربنا ده مش فاهم حاجة. حتى لو دقنه بقت 5 متر، حتى لو خلى لبست 10 نقابات على بعض، اللي ما بيغيرش على حرمات ربنا وبيدعو الى الله ده مش هيفهم دين اصلا. انما اللي ربنا بيفهمه اللي بيقوم وينصر الله، فربنا بينصره. يا اخواني، الامام احمد شوفوا ربنا نصره ازاي. كان ايام الامام احمد لما قالوا خلق القرآن والمعتزلة سادوا، كل القضاة كانوا معتزلة، كل المساجد اتكتب عليها ان القرآن مخلوق، كل العلماء كانوا بياخدوا مرتبات من الدولة، ما فيش حد قدر ينطق والا اولاده يجوعوا ويترموا في الشارع. الامام احمد وقف وصمم ان كلام الله غير مخلوق. الامام احمد لما وقف، يعني بعض السلف قال ابو بكر يوم الردة كان معه اعوان، واحمد يوم المحنة لم يكن معه اعوان. 2.5 سنين مسجون وبيعذب وصمم، خرج امام للدنيا، خرج امام لما صمم على كلمة الحق. كلمة الحق ممكن تبقى غالية، بس برضو ثمرتها غالية قوي، بس ثمرتها عالية قوي. المقداد يقول لك المقداد 7 واحد اعلن اسلامه، يعني 7 واحد اسلم؟ لا، ما مش كان كل واحد بيسلم بيقدر يعلن. 7 واحد اعلن، 7 واحد جهر بكلمة الحق وسط الصحابة، وسط صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابو بكر الصديق لما شاف النبي بيحاول يقتلوه في صحن الكعبة، جري وهو بيقول: اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله؟ جهر بكلمة الحق. سابوا النبي عليه الصلاة والسلام وفضلوا يضربوا في ابو بكر لحد ما عادش معروف وشه من ظهره من الدم اللي سايل. فلما افاق اول سؤال ساله: ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم على مثل هؤلاء الذين فقهوا قول الله ولا يخشون احدا الا الله وكفى بالله حسيبا؟ على مثل هؤلاء الذين لم يكونوا بكما وانما جهروا بكلمة الحق قام الاسلام. صاحب الرسالة يعلم ان النصر قادم قادم وعنده امل في الله. صاحب الرسالة يعلم ثمن كلمة الحق ومستعد ان يدفعه. ثالثا، صاحب الرسالة لا يتراجع مهما حدث. صاحب الرسالة لا يتراجع مهما حدث، ثابت حتى يلقى الله. قال تعالى: من المؤمنين رجال، مش كلكم رجالة، ده من ده جزء بس. صادقوا، مفيش حاجة شغلتهم عن رسالتهم، لا تخرج ولا جواز ولا شغل ولا مشاكل مادية ولا صحية. صادقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه وفى العهد اللي عليه بانه قدم نفسه لله شهيد، ومنهم من ينتظر مستني انه يموت شهيد. انت مستني انك تموت شهيد؟ انت مستني الشهادة في
سبيل الله وما بدلوا تبديلا. اهي دي الكلمة اللي كل درس اللي لا بيدور حواليها، وما بدلوا تبديلا. مفيش حاجة غيرتهم، مفيش حاجة اثرت فيهم، مفيش حاجة خلتهم يلتفتوا عن طريق اعطارهم وقضيتهم ورسالتهم. وما بدلوا تبديلا. محدش يوزع حاجة يا اخواني. وما بدلوا تبديلا اخواني في الله. قال تعالى قل هذه سبيلي، هو ده طريقي. مستعد انك تفضل ماشي على الطريق مهما اهل الباطل وقفوا في وشك، هو ده طريقي مهما حصل. ابو بكر الصديق رضي الله عنه لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابو بكر الصديق لقى الدنيا كلها واقفه في وشه عايز يطلع جيوش يحاربوا المرتدين، لقوا الناس واقفين له بيقولوا له طب ما ترجع بعث اسامه خارج يحارب الروم واحنا بننهار هنا ازاي؟ عمر بن الخطاب قال له كيف نقاتل من يشهد ان لا اله الا الله؟ هتحارب منع الزكاه ازاي؟ لقى واحد بيقول له يا امير المؤمنين اغلق بيتك، اغلق عليك بيتك واعبد ربك حتى ياتيك اليقين، لا طاقة لنا بحرب العرب جميعا. خلاص راحت. عائشة بتقول لقد نزل على ابي ما لو نزل على الجبال لهاضها، كان يفدت الجبال. بس ابوها صمد رضي الله عنه، صمد. لو الدنيا كلها وقفت في وشك مستعد انك تثبت على الحق؟ الكل وقف في وش ابو بكر بس كان راجل ثبت الامه كلها. لو الامه كلها وقفت في وشك مستعد انك تثبت؟ لو نزل على الملتزمين ما تعيد له الجبال، مين هيثبت؟ لو نزل على المنقبات ما تعيد له الجبال، مين اللي هيثبت يا جماعه؟ احنا دلوقتي بنتكلم على اليهود، افرض حاربناهم، انت هتبقى راجل فعلا في مواجهه اعداء الله، عليهم لعنات الله المتتابعه، هتبقى راجل فعلا. صاحب الرسالة لا يتراجع مهما حدث. ابو بكر ما تراجعش ابدا. ابو بكر اتعرض عليه امر ما كانش على وجه الارض واحد غيره فيه، لما الرسول عرض عليه الاسلام ودخل. بعد كده لقى المسلمين بيتعذبوا، صرف ماله كله عشان يحررهم، صرف ماله كله عشان اخوانه، عشان عبادة الاخوة في الله. ابو بكر يا جماعة كان راجل. انت ممكن تبقى كده. رسول الله صلى الله عليه نبي محمد بيقول لك اخفت في الله وما يخاف احد، ما كانش ولا واحد معايا بيتهدد غيري. وذيت في الله وما يؤذى احد، ما كانش ولا واحد بيؤذى غيري. وسبت لما بقرأ قول الله يا ايها المزمل قم مش قوموا، يا ايها المدثر قم مش قوموا. ربنا قد ايه من القرآن فضل يكلم النبي بضمير المفرد، اقرأ، اسجد، اقترب، لا تطاع، قبل ما الايات تنزل بقول الله يا ايها الذين امنوا. النبي فضل فترة قد ايه لوحده وصامت وصابر وبيستحمل، وهو لوحده شايل الدين كله في الارض، صامت قد ايه يا اخواني. الموقف اللي يزلزل قلبك موقف سيدنا انس بن النضر رضي الله عنه، وهو بيجري على غزوة احد، وهو بيجري بينفذ وعده لا يرانا الله ما اصنع، والصحابة بيهربهم، هو بيجري كده وبيطلع من على الجبل يدخل المعركة، وهم بيجروا يطلعوا من على الجبل يهربوا من الناحية التانية، داخل لقى عشرات ورا عشرات بيهربوا. انس بن النضر ساعتها عمل ايه؟ لو انت مكانه، لو لقيت الكل بيتخاذل هتتقدم ولا لا؟ لو لقيت الكل بيبيع قضيته هتشتريها انت ولا لا؟ لو لقيت الكل بيتراجع هتتقدم انت ولا لا؟ انس بن النضر قرر ان لو الكل تراجع هو مش هيتراجع، لو الكل تخاذل هو مش هيتخاذل. مصيبتنا الان ان شعارنا مع نصرة الاسلام يسألون عن انبائكم ويبكون على صوركم ويتألمون لجراحكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا الا قليلا. انس بن النضر دخل والكل بيهرب، انت لو مكانه تعمل ايه؟ لو مكانه ربنا بيقول على سيدنا ابراهيم يا اخواني، على سيدنا ابراهيم ان ابراهيم كان امه في حسناته. لو جمعنا حسنات الامه وشفنا صحيفه ابراهيم نلاقي ايه؟ حسناته اكتر من الامه كلها. ايه البطوله دي؟ امه في ايه؟ امه في الاعمال الصالحه. لو جبنا اعمال المنصوره دي كلها، عبادها ودعاتها وعلمائها وكل الاعمال الخيريه اللي فيها، سيدنا ابراهيم عمل اكتر من كل ده. اهو امه في ايه؟ امه في ثباته، أمة كاملة لو وقفت في وش اللي هو فيه تتدحضح ما تقدرش ان هي تكمل. وابراهيم سبت عليه الصلاة والسلام. ان ابراهيم كان أمة. كنت بقرأ في سيرة الصحابة من ايام بصيت باستغراب، ابو عبيدة بيجري يفتح الاردن وفلسطين
خالد بيفتح الشام، عمرو بيفتح مصر، سعد بيفتح العراق، المسنة بن حارثة بيفتح العراق وإيران. ايه يا اخواني ده؟ ايه يا اخواني البطولة دي؟ كل واحد منهم راجل. والله يا اخواني لما قرأت في سيرة عمر بن الخطاب جبت الكتاب بتاعه وحطيته قدامي. ايه ده؟ واحد الدنيا كلها اتفتحت في عهده لما شفت الخريطة بتاعت الدولة الإسلامية عند موت عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقلت ايه ده؟ ايه العز ده؟ ايه البذل ده؟ ايه الجندية لدين الله دي؟ سبحان الله، مين فينا يحيي هذه النماذج مرة أخرى؟